فضيلة الشيخ وفقكم الله، مجموعة من الإخوة أرسلوا يقولون في درس اليوم زيادة في النسخة التي معهم لم يقرأها القارئ، وهي موجودة في مجموع الفتاوى المجلد الأول، علمًا أن الزيادة قرابة الصفحة كاملة، فمن أين أتت هذه الزيادة وأي النسخ أضبط وأفضل؟ اقرأ علينا الزيادة، النسخة اللي معنا محققة. نعم. سلمك الله. بعد يقول: فالاستعاذة بمعافاته التي هي فعله كالسؤال بإثابته التي هي فعله. الزيادة يقول: وروى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: يا عبدي إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي هي لك أجزيك بها أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك منك الدعاء ومني الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. وتقسيمه في الحديث إلى قوله واحدة لي وواحدة لك هو مثل تقسيمه في حديث الفاتحة، حيث يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. والعبد يعود عليه نفع النصفين، والله تعالى يحب النصفين، لكن هو سبحانه يحب أن يعبد، وما يعطيه العبد من الإعانة والهداية هو وسيلة إلى ذلك، فإنما يحبه لكونه طريقاً إلى عبادته، والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولاً، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة والهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة، إلى غير ذلك مما يطول الكلام فيه فيما يتعلق بذلك، وليس هذا موضعه، وإن كنا خرجنا عن المراد. الوجه الثاني: وإن كنا خرجنا عن المراد. ثم طيب، النسخة الثانية المحققة شعيب الأرناؤوط ليس فيها هذا. على كل حال، هذا كلام جيد وطيب، لكن كونه من التوسل والوسيلة يحتاج إلى تأكد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولهم من عادة الشيخ يقول خرجنا عن المراد، هذا الأسلوب هذا. نعم.